العماني والكراكي والمعاني وبنردد يا عز اخواني كلنا واحد في دبكي محبوبي يا ابن الفلقه وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمه وقوه حديد مبرقه والطفيلي والعذاوي مية مية جرشي مدباوي اهل الكرم والحميه نشبيوي بالنشميه هم بس الاردنيه هم بس الاردنيه عزمو اصراري اخوان العماني والكراكي والمعاني وبنردد يا عز اخواني كلنا واحد في دبكي محبوبي يا ابن الفلقه وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمه أسعد الله مساءكم بكل خير. ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية يسعدنا أن نلتقي بعطوفة رئيس الجمعية جمعية أهالي بيديا الخيرية السيد محمد مصطفى دعاس للحديث حول هذه الأعمال الخيرية التي تقدمها جمعية أهالي بيديا الخيرية منذ تأسيسها وحتى الآن. سيدي مساء الخير. مساء الخير. يعني السيد محمد مصطفى دعاس ما شاء الله عليك، يعني شيخ جليل ومحترم، منذ الوهلة الأولى حينما رأيتك وأنا أنزل من السيارة شعرت بأنني قادم نحو رجل صادق. سيدي حدثنا عن هذه البدايات، بدايات تأسيس جمعية أهالي بيديا الخيرية، كيف جاءت الفكرة لتأسيس هذه الجمعية والتأسيس وحتى الآن وأهم المنجزات لهذه الجمعية، تفضل. والله تأسيس جمعية أهالي بيديا إحنا استمديناها من العائلة الهاشمية. الهاشميون هم أصحاب الخير وأصحاب النحو وأصحاب العطاء، وإحنا كأفراد يعني في هذا الوطن نتعلم من جلالة الهاشميون كيف بيكونوا عون للناس، للشعب الأردني وللشعوب المهاجرة إلى الأردن، وبيعتبروا كل إنسان دخل هذا البلد هو ضيف على الأردن. نعم. هو له الحقوق وله الحق في هذا البلد، وبقوم على خدمته وعلى واجباته وعلى علاجه وعلى أكله وعلى شربه وعلى تدريسه. وهذا الإشي احنا تعلمنا احنا من الهاشميون صغيرا وكبيرا، من ملكهم إلى أصغر شخص في الهاشميون، يعني كلهم ما شاء الله عنهم قائمين على عمل الخير وفعل الخير، وإحنا هذا الإشي تعلمنا من الهاشميين، وإحنا حنحاول أنا وإخوتي وجماعتي نحاول نطبق أعضاء هذه الجمعية، بنحاول نطبق ما نتعلم من الهاشميين. سيد محمد، يعني أنتم كأعضاء كم عدد الأعضاء المؤسسون لهذه الجمعية؟ أعضاء الجمعية 28 تقريبا والمؤسسون 9. كيف اجتمعتم على هذه الأفكار؟ والله إحنا كنا أخوة أولادنا. شايف كيف؟ أولاد عمنا يعني ممتاز. تقريبا أولاد عم وأخوة والأبناء. جميل. اجتمعتم معا على حب هذا الوطن بالضبط، والعمل الاجتماعي العام بالضبط لتقديم الخير لأبناء هذا الوطن بشكل عام بالضبط، على اختلاف الجنسية والديانات والمذاهب وأي شيء، كلنا هنا أردنيون على مختلف المذاهب بالضبط. سيد محمد مصطفى دعاس، منذ إنشاء هذه الجمعية وحتى الآن ما هو أهم المنجز الوطني الذي قمت به أو قامت به هذه الجمعية؟ والله إحنا حاليا عندنا إنجاز اللي هو علاج، مش هو علاج، هو هذا عندنا الشخص بيعالج بواسطة التأتأة والحبس الكلامية، صعوبة التعلم وبطء التعلم بالواسطة الفكرية تعليميا يعني، وليس نعطي الإنسان اللي بيجي عندنا لا بنعطي دواء ولا بنلمسه ولا بنحكي معه، بس هو عبارة عن مكالمة مخاطبة، وهذا الإنسان يعني إن شاء الله بيطيب هذه يعني الحوارات اللي بتكون معه. جميل. وفي عنا ناس أجوا تعالجوا والحمد لله في التأتأة والحبس الكلامية وشفوا، وصورنا لهم شريط فيديو ونبعث على الجمعية العلمية الملكية الأردنية. نعم. شايف كيف الحالة هاي، وحاليا الشخص هذا اللي ألف الكتاب أو اللي بيقوم على معالجة هذا الشخص بطالب حاليا براءة اختراع من الجمعية العلمية الملكية، وبقدر يشرع عن نفسه أكثر مني إذا إن شاء الله. سوف نتحدث مع صاحب هذه المبادرة أو هذا الاختراع إن شاء الله، والتي قمتم بتبنيها لديكم هنا في هذه الجمعية جمعية أهالي بيديا الخيرية. سيدي، يعني المعروف بأن الجمعيات الخيرية تقوم على عمل الخير، كل الخير لأبناء هذا الوطن،
كل من يلجأ إليها تحاول أن تساعد هذه الجمعية بالذي تقدر عليه، يعني خلينا نقول بالعامية اللي بتقدر عليه بتقدمه. فهل لكم من موارد يعني لدعم هذه الجمعية؟ والله حاليا لحد الآن يعني ما أجانا ولا أي مورد. أجانا يعني من بعض الجمعيات، هي جمعية محلية، شايف كيف؟ أجانا شوية يعني نوع من بعض المساعدات، وقمنا بتوزيعها على المحتاجين. ممتاز. أما عندي هذه الجمعية تتكفل في الفقراء والمساكين، الأيتام، نقوم كفالة يتيم في الجمعية. بس لقد يعني إلى الأمام إن شاء الله لما تتحسن ظروف الجمعية إن شاء الله بنكفل اليتيم. عندنا حاليا عندنا أيتام للمساعدات، يعني نقدم إحنا المساعدات للمجتمع المحلي من اللي شو بيجينا إحنا من مساعدات من هالناس أو من هالشركات، بنقوم توزيعها على الفقراء والمساكين. وإحنا هدفنا كيف في المستقبل كفالة يتيم، مساعدة فقراء، إنشاء أعمال للنساء في المجتمع المحلي، نقوم مشاريع صغيرة للمجتمع المحلي، كيف هاي النساء تقوم تكون منتجات. عندنا برامج يعني أو ندوات. سيد محمد حدثني عن أهم الطموحات في المستقبل للجمعية. طموحاتنا إن شاء بشكل الله نخاط، يعني أول نقطة إيش؟ إن شاء الله إحنا متمنى إنه يكون عندنا مركز للإعاقة، نقوم تعليمهم أو مساعدتهم النطق والإعاقة الكاملة. ممتاز، هذا واحد. شايف كيف؟ إن شاء الله نقوم مر بحضانة للنسوان، النساء العاملات في المجتمع. نقوم مشاريع صغيرة تدر دخل على النساء اللي مثلا ما إلهم أزواج ولا إلهم حدا، يكونوا يعني فقراء مثل الأرامل. يكونوا في نفس المنطقة. نقوم مشاريع مثل هدايا هاي هي. ونقوم بتوعية المرأة خاصة، يعني نسوي دورات للمرأة توعية للمرأة، كيف مثلا كان اليوم عندنا في برنامج لتنظيم الأسرة. جميل. قبل ما تيجوا بشوية صغيرة. ممتاز. وكان أجا النساء المجتمع وأجت الباحثة والمسؤولة عن العمل هذا، وقامت بالإلقاء التعليمات للنساء. إذا يا سيدي، هذه الأهداف نتمنى من الله أن يتم تحقيق هذه الأهداف حتى تستطيعوا التقدم للأمام أكثر وأكثر في خدمة هذا المجتمع. والله أمنيتنا إن شاء الله. إن شاء الله. سيد محمد مصطفى دعاس، أبناء الأردن الشباب والشابات هم أمانة في أعناق الكبار، وأنتم رجل من رجالات هذا الوطن، اعتبرهم أبنائك لأنهم أبنائك أيضا. هم أبنائي وأنا بعتبر كل بالضبط. ماذا تقول لأبنائك يا سيدي، أبناء الأردن بشكل عام اللي هم الشباب اللي بشكله حوالي 70% من أبناء الأردن، من أجل حثهم على العمل والعطاء؟ العمل مش عيب، العمل عبادة. ماذا نقول لهم؟ أول إشي أنا بنصح الشباب الأردني كافة عدم العنصرية. العنصرية قتالة، يعني أنا من الشمال، أنا من الجنوب، أنا من فلان، أنا من فلان، هذه مقيتة، يعني هذا إشي يعني عيب. صحيح. إحنا كنا إخوان وكنا أولاد هالبلد وكنا دمنا واحد. لو تشوف واحد من أبناء الأردن في حاجة إلى دمك بتروح تتبرع في دمك أنت. صدحت. إله. فكيف أنت مثلاً بيجيك نفس إنك تتعدى على أي شخص من أبناء هذا الأردن، من أبناء صدحت. هذا الوطن؟ إحنا في هذا البلد كلنا إخوان، لازم نكون نفكر ونعرف، كان شمال، كان جنوب، كان وسط، كان فلسطيني، كان أردني، كان أي جنسية، كان دخل سوري، هذا كان البلد، كان ليبي، كان مصري، أي إنسان، أي إنسان دخل هذا البلد هو أماني في أعماقنا. جميل جميل. ونحافظ عليه زي ما نحافظ على أولادنا وعلى بناتنا. جميل. سيد محمد مصطفى دعاس، الأمن والأمان وهذه النعمة التي بفضل الله ورعايته لنا ننعم بها، ثم جاءت بعد ذلك، بعد من الله، جاءت بفضل الرعاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأيضا لا ننسى وعي المواطن أينما ذهب وأتى في هذا البلد. نحن الأردنيون معروف عنا الوعي والثقافة والتعليم، وارتفعنا في مستويات كثيرة. ما نشاهد بين الحين والآخر من أشياء بسيطة هي أقل بكثير مما يحدث خارج هذا الوطن. سيدي، ماذا نقول لأبناء الأردن من أجل اللحمة الوطنية وبناء الأردن، العامل المشترك الأكبر بيننا جميعا؟ والله تقريبا انتهى، يعني ريحتني كثير انت وحكيت يعني ما في قلبي. يقول إحنا أبناء هذا البلد، إحنا أخوان في هذا البلد، إحنا تعلمنا الهاشمية، إحنا
كيف الهاشميين يعني حريصين على هذا البلد وبقيادتهم الحكيمة وصلونا إلى هذا المنطق، إلى هذا الموقف اللي إحنا حاليا فيه. قيادة حكيمة الحمد لله الذي أنعمنا الله بها في هذا البلد، ومرت في هذا البلد إلى أبر الأمان، وأبعدتنا عن ما يصير في هذه المنطقة من مشاكل. وإحنا لازم يعني نقدر ونحترم هذه القيادة، ونقوم كل الشعب الأردني، وكل الشعب الأردني ما شاء الله إن كان عنه كان شمالي ولا جنوبي ولا وسط ولا أي بلد، مختلف الأصول والمنابت، مختلف الأصول والمنابت، كلهم الحمد لله بيحبوا جلالة الملك. احنا شايفين هذا الحكي، وكنا جنود لأبو حسين، وكنا تحت الرأي الهاشمية، والحمد لله فخورون ورافعون الرأس في الوطن الكبير الأردن، فخورون في هذه القيادة ورافعين رأسنا في هذه القيادة الحكيمة إن شاء الله. وإن شاء الله إنه الله بديم علينا الأمن والأمان، وإن شاء الله الله بيطول لنا بعمر جلالة أبو حسين إن شاء الله، ويكون إن شاء الله على رأسنا دائما إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وخلال وجودنا في جمعية أهالي بدية الخيرية يسرنا أن نلتقي بعطوفة السيد محمد أحمد الجبول مدير مديرية أوقاف رصيفة ليحدثنا أيضا عن هذه الجمعيات الخيرية. سيدي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. سيد محمد، عطوفتك يعني الجمعيات الخيرية في كل مكان في هذا الوطن الكبير الأردن، وأهداف هذه الجمعيات هي واضحة وضوح الشمس لدعم ومساعدة الأهالي أينما وجدوا في هذا الوطن الكبير. حدثنا عن هذه الجمعيات وكيف من الممكن أن يتم دعمها ماديا، ومن أي الجهات من الممكن أن تقوم بدفع هذه الدعم أو هذا الدعم لهذه الجمعيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الإنسانية ومعلم البشرية الرسول الأمين سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي نتعلم منه كل خير. فالفضل لله تبارك وتعالى، ثم لهذا النبي الكريم الذي جاء رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة، ليس فقط للمسلمين أو للعرب بل للعالمين. بل هذا المعنى من هذه الآية الكريمة يتجاوز ويتعدى الإنسان، بل أيضا رحمة لغير الإنسان من هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى على هذه الأرض. فأشكر السادة رئيس وأعضاء جمعية بدية على دعوتي لهذا اللقاء الطيب الذي جمعنا على الخير إن شاء الله، وكان فرصة أن نلتقي بك أيها الإعلامي الطيب الذي تتحدث عن مواضيع هامة وخيرية وإنسانية. من أجلها وجدت الجمعيات، ومن أجلها وجدت كل النشاطات الخيرية والإنسانية ولجان الزكاة وغيرها. وكان بودي أن يكون في هذا اللقاء الطيب عطوفة مدير تنمية تنمية لواء رصيفة، كونه زميل فاضل ومختص في عمل الجمعيات. نعم. فإذا تحدثت عن هذا الموضوع أتحدث من خلال تجربتي ومعرفتي وعملي في الأوقاف. نعم. لا شك أن هذه الجمعيات لها رسالة ولها نظام ناظم لعملها ولأهدافها النبيلة. والجمعيات في بلدنا الطيب الأردن
منتشرة، بل بعض المناطق الصغيرة يوجد فيها عدد كبير من الجمعيات. صحيح. كل هذا يعكس دعم الحكومة ووزارة التنمية والجهات المعنية لتشجيع الناس على أعمال الخير، لأن الجمعية في النهاية ستخدم إما أهالي بلدنا أو أهالي بدية أو المنطقة الفلانية أو الفئة الفلانية، وبالتالي هذا شيء يتميز به الأردن أنه يدعم العمل الخيري والإنساني. وكما ذكر أخي الكريم رئيس الجمعية كيف أن الحكمة الهاشمية في هذا البلد الطيب تجمع الناس جميعا على الخير والأمن والأمان الذي أصبح مقصودا في هذا الوطن العزيز. صحيح. رأينا كيف أن جلالة القائد قائد الوطن يزور مراكز الأطفال، مراكز تستحق الزيارة، وكيف توجيهاته الطيبة من أجل الدعم والمساعدة لجميع هذه الجمعيات المعنية وهذه المراكز المعنية بهذا الإنسان بغض النظر عن وضعه وأي ظرف آخر. وبالتالي أنا أدعو ابتداء إلى أن يقدر جميع العاملين في الجمعيات أنهم في هذا الوطن العزيز أعطوا فرصة للبذل والعطاء، صدقت، لتقديم الخير، لتقديم المساعدة، لتذليل الصعاب أمام الناس. ولا تشترط المساعدة مادية، بل هناك ممكن هذه الجمعية تقدم دعما إنسانيا أو مشورة طيبة تساعد في حل المشاكل، تساعد في حل القضايا التي تحصل أحيانا ويلجأ فيها الناس إلى الجمعيات وإلى أهل الخير الذين لأنهم يعملون في الخير إذن لا يقصروا ولن يتأخروا عن إصلاح ذات البين. أثناء لقائي هذا اليوم وهذه اللحظات الطيبة وجدت أن أعضاء الجمعية يوزعون هذا الكتيب. نعم. فقرأت العنوان علاج التأتأة في التوعية الفكرية، وتصفحت هذا الكتيب على عجالة، فجاء في بالي هل هذا الكتيب أو هذا الكتاب أو هذا السفر هو من أهداف الجمعية أم أن الذي قام بتوزيعه يعنيه فقط؟ ولكن من خلال حديث أخونا رئيس الجمعية بيّن أن من أهداف هذه الجمعية علاج، صح، مساعدة لحالات خاصة تعاني من التأتأة، من صعوبة النطق. إذن هم يحرصون على علاج حالة تستحق الاهتمام في هذا المجتمع وخاصة في هذه المنطقة، منطقة جبل فيصل. نعم. المكتظة بالسكان. صحيح. والتي يوجد فيها احتياجات كثيرة تحتاج إلى علاج وإلى خدمة هذه الجمعية. وهذا موضوع مهم جدا، ففي الأسابيع الماضية كنت أبحث عن مركز يعالج التأتأة، فيوجد قريب لي عنده طالب في الصف السادس أو الخامس يعاني من هذه الحالة، حتى وجد أن اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء بجوار محافظة الزرقاء قام موجود في مركز أيضا للتعليم، فسر ويعني سررت وجود هذه المراكز. وهذه الجمعية حين تقدم هذا البرنامج مجانا لهذه الفئة أو مقابل رسوم لا أدري، لكن في النهاية تقديم هذا البرنامج بكل يسر وعلى للوصول إلى علاج هذه الحالة، هذه رسالة عظيمة لهذه الجمعية التي نلتقي في رحابها هذه اللحظات
يصل صوتنا وصوت الجمعية إلى السادة المشاهدين الكرام عبر هذه القناة المعبرة المؤثرة التي يتحدث فيها أخونا الإعلامي الأستاذ الكريم عن مواضيع إنسانية. ذكر أخي الكريم حول تردد بعض الناس على الجمعيات، أثار قضية هامة وقضية طيبة، فهناك بعض الناس يذهب إلى معظم الجمعيات، وإن استطاع أن يذهب إلى جميعها فهذا يعني إنجاز بالنسبة له، ليحصل على أكبر يعني فائدة ومساعدة، وربما وصل مجموع المساعدات التي يحصل عليها هذا الشخص مجموع مساعدات كثيرة تقدم لغيره. ولا شك أن الجمعيات تقع في يعني هذا الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك بين الجمعيات تواصل وشبكة معلومات يتم فيها تسجيل الاسم على الشاشة، فيظهر كل المعلومات وأين يذهب هذا الشخص إلى أي جمعية أخرى، وهنا نستطيع أن نخدم أكبر عدد من المحتاجين وأكبر عدد من الناس، حتى لا يبقى الجهد ضائعا بين فئة محدودة امتهنت هذا العمل من خلال معرفتها بالجمعيات ومن خلال يعني استعطاف الآخرين، وربما صدق بعضهم وربما لم يصدق بعضهم وهو يستعطف الآخرين. لذلك لابد من تعاون بين جميع الجهات التي تقدم المساعدات. وبالمناسبة صندوق الزكاة الأردني في عمان يقوم بخدمة كبيرة للمحتاجين، وفي مديرية أوقاف لواء رصيفة من خلال قسم الزكاة يقوم قسم الزكاة أو صندوق الزكاة بكفالة عدد كبير من أيتام المنطقة، ويحصلون على راتب أو مساعدة شهرية لأنهم أيتام، ولا يتم هذا إلا بعد قيام الباحث الاجتماعي في المديرية بإجراء دراسة ميدانية وزيارة أسرة هذا اليتيم أو موقع سكنه وتقديم الوثائق المطلوبة، ويقوم صندوق الزكاة بتقديم العون الشهري الدائم له. وكذلك يقوم صندوق الزكاة الأردني من خلال أقسام الزكاة المختلفة في مديريات الأوقاف بتقديم المساعدات اللازمة من خلال الأسر المستفيدة من مديرية أوقاف لواء رصيفة، ولدينا مجموعة كبيرة عددها بالمئات تتلقى مساعدة شهرية، ويتم حرصا على أن متابعة حالة الأسرة يتم تجديد دراسة هذه الأسرة. ومن هنا أسجل ملاحظة يعاني منها أصبح الآن بعض المحتاجين أثناء تقديم الدراسات، هي أنه يطلب من هذا الإنسان إحضار دراسة تقرير طبي حديث، تقرير طبي حديث، وأصبح الآن تقديم التقرير الطبي الحديث يحتاج إلى رسوم تصل إلى أكثر من 20 أو 30 دينار، وهذا الإنسان المحتاج يعني هو أصلا محتاج، فكيف يدفع الآن رسوم؟ من هنا أناشد الجهات المعنية وأصحاب القرار أن ينتبهوا إلى أن هذا الإنسان المحتاج هو أحوج ما يكون إلى المساعدة، لذلك هو كيف يدفع رسوم على هذا التقرير الطبي وهو يحتاج إلى العون؟ يعني نرجو إعادة النظر في هذا الأمر حتى يصبح لهذه الفئة التي تستحق المساعدة والتي تريد أن تقدم أوراقها الرسمية إلى جهة رسمية أن يكون يعني هذا التقرير دون تكليف أي رسوم، حتى لا يصبح عائقا. يعني بعض المحتاجين عندما تطلب منه هذا الأمر يتثاقل، ومن أين أذهب ومن أين آتي وأنا لا أملك أجرة
الطريق. حقيقة تأتينا حالات أحيانا إلى المديرية، فمن خلال تواصلنا مع لجان الزكاة، لدينا في مديرية أوقاف لواء الصيفة 8 لجان زكاة في مختلف نواحي لواء الصيفة. ففي منطقة التطوير الحضري هناك لجنة زكاة مسجد عبادة، وهي من كبار اللجان وتقوم بمساعدات شهرية ويتردد عليها مئات الحالات والأسر. كذلك لجنة زكاة مسجد الأنوار، وكذلك لجنة زكاة مسجد آمنة وهي لجنة حديثة، وكذلك لجنة زكاة مسجد الخضر. وهنا في جبل فيصل في هذا الموقع أيضا يوجد لجنة قديمة هي لجنة زكاة جبل الأمير فيصل، وهناك يعني لجان أخرى. وبالتالي هذه اللجان تقوم بدراسة أوضاع الأسر المستحقة ومنح المساعدات ضمن إمكانياتها وضمن طاقاتها. وبالمناسبة تقوم أيضا المديرية بمتابعة أعمال هذه اللجان وتسهيل مهمتها والتعاون معها. وهذه اللجان لها أرقام حسابات في البنك الإسلامي ومقابل وصول رسمية. وبمناسبة الحديث عن المساعدات والتبرعات، فإنني أهيب بإخواني في هذا الوطن العزيز، وأنا أحسن الظن بالجميع وعلى ثقة بأن جميع أبناء هذا الوطن يحبون الخير ويتنافسون على فعل الخير. لكن أريد أن لا يخدعنا أحد وهو يقف على الطريق عند إشارة وهو يمتهن هذا الحمل العمل، ونراه باستمرار على هذه الإشارة، ورب بعضهم أحرج بعض المرة وبعض السيارات وانخدع به البعض وأعطاه مالا هو لا يستحق، وإن كان مأجورا مثابا عند الله تبارك وتعالى تحت أي مظلة، لكن في النهاية يجب على الجهات المعنية أن تتابع. فلا ينبغي أن يكون مظهر أبناء البلد عند الإشارات بهذه الأعداد التي تكثر وتنقص أحيانا، وهذا يعتمد على حملات تقوم بها وزارة التنمية. أناشد وزارة التنمية أيضا أن تكثف الحملات على الإشارات، وأن هذا الذي يمتهن هذا العمل يجب أن يعني يجري له علاجا وإجراء سليما رادعا حتى لا يتكرر، لأن الممتهن يضيع ويضيع الفرصة أمام الناس المستحقين. ولذلك في هناك أسر مستورة، في ناس مستورين، والله سبحانه المساكين، من هم المساكين؟ هم الذين تظنهم أغنياء، تظنهم أغنياء وهم بأمس الحاجة، ولحرجهم ولخجلهم ولحيائهم لا يمدون أيديهم ولا يراجعون الجمعيات. أناشد الجمعيات، أناشد لجان الزكاة أن يبحثوا عن هذه الفئة التي هي من أحوج الناس، وأن تراعي لجان الزكاة والجمعيات من هو الأحوج. قد يأتيني حالات، هذه الحالة أفقر من هذه، هذه الحالة بأمس الحاجة من هذه، فأن نراعي، فلا نعطي الجميع سواء. فربما هذه الأسرة لديها معاقين، لديها ناس ذوي احتياجات خاصة، إذن تستحق الأكثر. صح. وهكذا كلما زاد التعاون بين الجهات الرسمية والجهات التطوعية، كلما وصلنا إلى تقديم أفضل المساعدة. ولذلك هناك ترتيب ما بين صندوق الزكاة ووزارة التنمية، الذي يأخذ من صندوق الزكاة لا يحصل على مساعدة من التنمية، والعكس صحيح. لذلك لكن يجب أن يكون هناك يعني هدف نصل إليه، كما تفضلت أخي الكريم، أن يأخذ كل إنسان يعني ما يناسبه وما يستحقه. فبعض الناس مثلا يأخذ أسرة سيدة، أنا أعرف سيدة في حي رمزي تسكن وحيدة ولا يوجد من يخدمها، أعرف سيدة تأتيها تخدمها متطوعة مقعدة، وماذا تحصل؟ تحصل على 40 دينار. هل هذه 40 هي ثمن الدواء أم هي ثمن الغرفة التي تسكنها؟ أنا على استعداد أن أطلع من يريد أن يطلع على هذه الأسرة أن يذهب وأخذه بنفسه إلى أن يراها سيدة مقعدة تعيش في غرفة لوحدها. هل 40 دينار تكفي بينما هناك أناس
يحرقون أموالهم بالدخان ويحرقون أموالهم بالأرجيلة ويحملون في جيوبهم عددا من الجوالات ويطلبون المساعدات. كان الأولى بهم أن لا يحرقوا أموالهم بما يعود على عليهم بحرق المال، وحرق المال أهون من حرق النفوس. هذا موضوع تفضلت به أخي الكريم، موضوع هام وموضوع طيب، ولا شك أنه لا يفوتني أن أذكر في هذه المناسبة تلك المساعدات الفصلية أو السنوية أو الدورية التي يقدمها الديوان الملكي العامر، طرود كبيرة قيمة فيها ما يكفي الأسرة كما حدثني بعض الثقات، ومن اطلع تكفي الأسرة لمدة 6 أشهر بل أكثر. نعم، طرد كبير من خلال الديوان الملكي. نريد نحن أن نساعد على يعني أن تأخذ الأسرة ما تستحق، وأن تكون المساعدة يعني ليس مهما أن أقدم، يعني عندما بعضنا يذبح خروفا أضحية أو عقيقة أو لمناسبته ثم يقوم بتقطيعها نصف كيلو نصف كيلو أو جية وجية ويعملها 20-30 كيس وتوزعها على 30 أسرة. طب هذه الأسرة عندها 5-6 أنفار، ماذا ينفع معها هذه القطعة؟ صدق من قال إذا ضربته فأوجع حتى يزدجر، وإذا أطعمته فأشبع. يعني سيدي المعروف أنه نعم. مجتمعنا كل أسرة متوسطها 3 أطفال على الأقل، غير نعم. الزوج والزوجة. نعم. يعني معدل وسط 4-5 أفراد الأسرة. نعم. فهل تكفيهم يوقية أو نص كيلو؟ لا يكفي. لذلك يعني ينبغي علينا أن نراعي، يعني ليس على المهم كيلو نص 2 كيلو. نعم، يعني بمقدار ما يصنع طبخة بالضبط. يذوقون فيها طعم اللحم الذي حرموا منه لفترة أو لا يستطيعون شراءه. لذلك بارك الله فيك، ينبغي أن ندقق في هذا الأمر. لذلك أنا لما سمعت من ناس ثقات، والله أنا طرد يوزع، هذا الطرد الذي يأتي من الديوان الملكي يعني كل 6 أشهر أو كل فترة ويوزع في مختلف نواحي المملكة، فيه كفاية للأسرة لمدة لا أريد أن أقول لك 6 أو أقل أو أكثر، لفترة كافية. صحيح. فترة يعني تسد حاجة هذا الإنسان. لذلك علينا جميعا أن نشعر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الجمعيات للمزيد من البذل والعطاء. ولا شك أنهم يعانون من بعض المراجعين، فهناك بعض المراجعين لديهم أمراض في الصرع، وبعضهم يعني إذا لم يحصل على المساعدة يعني كاد أن يصنع مشكلة كبيرة مع الجمعية، مما يجعل بعض الإخوة العاملين في الجمعيات يعني يفكر في أن لا يستمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعزكم الله كلبا، هذا هو الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام قبل أن يتحدث عنه الناس في القرن الحديث، رأى كلبا يعطش يحتاج إلى أن يشرب فلم يجد إناء فوضع في خفه الماء وسقى هذا الكلب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. الحديث معكم جميل، وأنا أقدم شكري وتقديري لهذه الجمعية التي أود أن نلتقي فيها المرات القادمة في مناسبة تخريج فوج من هؤلاء الذين يتأتئون. وبالمناسبة أذكر جمعية إقرأ التي دعيت إليها قبل رمضان، هذه الجمعية التي تقدم جانبا من جوانب الخير، وهي تقدم المساعدة للطلاب من غير المسلمين الذين يأتون إلى الأردن العزيز الغالي لدراسة العلوم الشرعية.
وأعرف بعضهم وقد تخرجوا، فجوانب الخير كثيرة، وهذا البرنامج أرجو أن يلقى دعما وتطويرا وأن لا يقف عند حد معين، وأدعو يعني وزارة التنمية لدعم هذا البرنامج. ولا شك أنه عطوفة مدير التنمية زميلي وأخي الكريم حريص على تقديم كل الخير والمساعدات، وهو معروف بجهده ونشاطه. ونحن في هذا البلد الطيب نسأل الله عز وجل أولا وأخيرا الذي قدر لنا هذا اللقاء الطيب ونحن في جو آمن، في ظل جو آمن، بينما الآخرون في دول الجوار وتحت مظلة أو أخرى تهدم بيوت الله عز وجل، تهدم بيوت الله عز وجل، ولا يستطيعون أن يجلسوا آمنين هكذا. أسأل الله تبارك وتعالى العلي الأعلى، وكلنا في الأردن مدينون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، أن ندعو الله عز وجل من قلوبنا لا من ألسنتنا، أن يديم علينا نعمة الإيمان والأمن والاستقرار، وأن يديم علينا هذه النعمة بترابطنا وتواصلنا. فنحن في الأردن دائما المثل لغيرنا في وحدة الصف ووحدة الكلمة التي يريد الأعداء أن يصلوا إليها، ولكنهم بإذن الله تبارك وتعالى بعيدون عن ذلك، لأننا ولله الحمد كلنا وجميعنا خلف القائد صفا واحدا بإذن الله تبارك وتعالى. همنا الخير والأمن والأمان وتقديم الخير للأردنيين ولغير الأردنيين. وهنا أذكر ولا أنسى قوافل الخير التي تقوم بها الهيئة الخيرية الهاشمية العالمية في عمان، وهي تبعث إلى أهلنا في فلسطين وإلى أفغانستان وإلى اليمن وإلى دول عديدة تبعث بالمساعدات، وأيضا دول أجنبية تبعث إلى المساعدات. وهنا لا يفوتني كلما دخلت المدينة الطبية، مدينة الحسين الطبية، أليس هذه المدينة إنجاز كبير وبصمة مميزة في هذا الوطن العزيز؟ أقول من قلبي رحم الله من كان السبب في بنائها. ها هي الآن تستقبل المئات والآلاف وتبعث الخدمات الطبية الملكية المسؤولة عن هذا المركز المستشفيات إلى غزة وفي غير غزة وفي عدد من مناطق العالم. أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود الطيبة وأن يجزي كل من بنى خيرا وساهم في خير خير الجزاء، وصدق الله العظيم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت حسنة من أجل النية. مجرد أنك تنوي تعمل خير إذن إليك حسنة، فإذا فعلت كتبت عشرة، والله يضاعف لمن يشاء. كلما أخلصت وصدقت النية مع الله كلما كان العطاء من رب العطاء لك أيها الإنسان، حتى أنه جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يربي لأحدكم يعني صدقته كما يربي أحدكم فلوة، يعني كيف أنت بتربي شاة صغيرة أو خروف صغير ويسمن ويسمن، فتأتي يوم القيامة وتجد أمامك كالجبال من الحسنات. كل ذلك إذا صدقت مع الله ونويت دائما فعل الخيرات. وأسأل الله أن يكون الخير على أيديكم في هذا البرنامج الطيب وهذه القناة الطيبة. قلبي يهوى للعماني والكركي والمعاني، وبمر بتعز اخواني كلنا واحد ايد بإيد، محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حديد، مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية، جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية، نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية، هم بس الأردنية عزمو إصرار. عزيمه